إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. كورنثوس الأولى أصحاح 5 عدد 17. لما يقول صار جديدا معناته في قديم، ولما تبقى في يبقى في ميلاد جديد معناته في ميلاد قديم. ودي هي قصتنا مع الرب يسوع المسيح. فاللي يقبل الرب يسوع المسيح في حياته بيبتدي حياة جديدة، بالضرورة انه بيبتدي قصة جديدة. فاللي مشى انكسر بسبب الفساد، انكسر بسبب الخطية، اتشوه بسبب اللي حصل للإنسان من آدم الأول. ولكن في الرب يسوع المسيح في قصة جديدة نبتديها معاه. هذه القصة ما راح تنتهي لأننا راح نكون معاه هناك في السماء. القصة الأولى والميلاد الأول، بينتهي الميلاد ده لما حياتنا تنتهي هنا على الأرض بدون يسوع المسيح، تمشي إلى جهنم، تفقد الحياة الأبدية. فإذا بالرب يسوع المسيح أنت تبتدي قصة جديدة، فأنت بتبتدي حياة جديدة ما بتخلص. هل ابتدأت فعلا تكون عندك قصة جديدة في حياتك؟ ما مجرد أسماء مسيحية بناخدها أو ولادة في عوائل مسيحية، ما حاجة وراثية نحن بناخدها، لكن قصة بنختار المرة دي بأنه نكون من ضمن هذه الأسرة. القصة الأولى والميلاد الأول، احنا جينا بحسب اللون اللي احنا جينا به، احنا جينا بحسب الأسرة اللي احنا موجودين فيها. فإذا ما كان عندنا خيار في دخول الأسرة الأولى، ولكن الأسرة الثانية نحن نختار بالاختيار، فهو عمل فردي، أنا بختار أن ننضم لهذه القصة. فتبتدي معي مرحلة جديدة من قصة جديدة في الحياة مع الرب يسوع المسيح. متى تبتدي القصة دي؟ لما أضع حد لحياتي القديمة وأبتدي حياة جديدة مع الله، لما أبتدي خليقة جديدة، لما الله يتولد في يسوع المسيح فيا، فأنا هنا بيبتدي قصة جديدة، بيبتدي حياة جديدة. أنا أصلي بأنك أخذت هذا القرار بأنه تكون عندك قصة، قصة تحكيها للناس، اختبار تكلمها للناس، كيف بدت هذه القصة معك؟ هل عندك قصة؟ أنا عندي قصة، لأنه اتولدت في عائلة مسيحية، ولكن قبلت الرب يسوع المسيح سنة 86 وأخذت حياة جديدة في الرب يسوع، فابتديت قصة جديدة. أتمنى لك أنك تكون عندك قصة جديدة في حياتك. قصتي تبدأ معك لما جيتك أو اختبرتك، وإن كان جبال أصله سرى اتلاشى فيك لما جيتك. قصتي تبدأ معك لما جيتك أو اختبرتك، والكن جبال أصله صرى اتلاشى فيك لما جيتك، وحياتي فيك بجد جديدة، وقصتي بجد حكاية، والماضي فيه مات جواي، وبدت معاك من البداية، وحياتي فيه بجد جديدة، وقصتي
قصتي بقت حكاية والماضي فيه مجد جواي وبدت معاك من البداية وبدت معاك من البداية وبدت معاك من البداية هنا وإنه في ليلي أمان الليل يفوت وسواد يزول وصباح جديد يشرق على والكن ظلام صار سلام وآمل جديد تشرق علي الليل يفوت والسواد يزول وصباح جديد يشرق علي والكن ظلام صار سلام وآمل جديد تشرق علي وآمل جديد تشرق علي وآمل جديد تشرق علي.